انت تشتري واحدة زي ديت كده وتلبسها وتساعدك على التفكير، وفيها لمبة بتنور كده علشان تلهمك الإجابة. اللي عاوز منها أنا الوكيل الحصري في موضوع الثينكينج كاب دوت. طيب احنا بس في الإجابة هنرجو من حضراتكم إنك تقول أنت شايف إيه الأول، نوع الفيلم يعني هل هو إكس راي ولا سي تي، وإذا كان سي تي هل هو مثلا بيستخدمها من غير صبغة، كلام كده، وبعدين تقول إيه اللي موجود وبعدين تقول التشخيص. تمام؟ طيب. It's a posterior anterior chest X-ray showing multiple cavitary lesions distributed in the both lung fields, measuring the largest measures about 2 centimeters. The heart is with normal size and shape. Both costophrenic angles are clear. Bony structures are within normal limits. The differential diagnosis is Wagner metastatic lesions. شكرا جزيلا. نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن الناس اللي بتمتحن اللي هو الأساتذة يعني بيبقوا معولين قوي على الرعب بتاع الكانديديت، والرعب بتاع الكانديديت بيمنعه ان هو يقرا اي حاجه على الفيلم، بيبقى مسعور جدا وعاوز يعني يطلع الاجابه باي شكل من الاشكال. وهم بيبقى فيه بقى ورق او ملصقات او حاجه كده في حرف الفيلم هي اللي فيها الكلو كله، وهم بيعتمدوا انك انت ما بتقراش الكلام ده، وبعد لما تجاوب غلط وبتاع يبكتك يقول لك بص مكتوب اهوت ان هو رينال سيل كارسينوما ودولت هيكونوا يعني غير متاسس. دايما احنا اتفقنا ان كل كور يعني متاستسز في اللنج الى ان يثبت عكس هذا، حتى لو كان مفيش الكلمه دي، لان لو انت سالت نفسك الواجنر قصاد الميتاستاسيز قد ايه؟ مفيش نسبة خالص، مفيش نسبة. فانت عيب جدا انك انت تقفز على تشخيص اكستريملي رير مع قصاد تشخيص فيري كومن، وده بيؤخذ عليك في الامتحانات وفي الحاجات اللي زي كده، انك انت بتفط على الحاجات اللي مش، احنا طبعا عندنا شعور دائم ان مش ممكن يجيب لي حاجة سهلة في الامتحان، ولازم يجيب لي حاجة عويصة جدا وبتاع. بس انا نصيحتي ليك انك انت لما قول الكومن الاول، وده هيسكت الراجل اللي بيمتحنك، وبعد كده يسالك في الديفرنشال دايجنوز، ساعتها تقول كل اللي في نفسك بقى، قول ان دولت واجنر، قول ان دول روماتويد نوديولز، قول ان سبتيك امبولاي، بلولولول هيص وزايد زي ما انت عاوز. انا اقصده خليك ان ذا ايه كومن سيتويشن. اوكي خلاص، هو دكتور سعيد اللي يتولى دكتور السيلكشن موسى غزالي او ذا استشارة كانديديت. الأعمال المتميزين وزارة استهداف في العين الإنسان. Yes, the metastasis one of the most common cavitary lesions in the lung. And you should consider cavities كتيرة جدا as metastasis أكتر بكتير جدا من أي حاجة تانية. هل
عندنا صورة اكس راي عادية خلفية أمامية، في عندنا احنا تكثف بالسير تانري وبتكثف، هلا في عندنا خلفية أمامية وفي عندنا جانبية، في عندنا خلفية أمامية وفي عندنا صورة جانبية، في عندنا تكثف مستوى السرتين الرئويتين أشد بالسرة الأيمن السرة الرئوية اليمنى. الصورة الجانبية كمان واضحة أكثر. هلا تشخيص تفريقية كثير شائع، ممكن أول شيء نفكر فيه تكون كثافات هي عقدية، أول تشخيص تفريقي ممكن يكون الساركوئيل. ما ممكن ننفي كمان يكون أن التكثف في السرة اليمنى هو انخماصي. هلا بعد كلام يكون خلاص انت كده. طيب احنا اذا بالصوره الامامية التكبير الامامي ليش من الجانبين؟ عشان نتاكد من التكثف هو قال كده صح؟ في الخليج هم الاثنين العريض وفي اللاترال فيو في عندنا اكسترا ديستي موجوده على الهيلم، وده معناه اللي احنا شايفينه في الفرونتال فيو ليمف نودز. الليمف نودز في اي مكان في الجسم هم اربع حاجات، اثنين انفلاماتوري واثنين نيوبلاستيك ساركويد تي في ليمفوما متاستاسيس. طبعا في اعتبارات اخرى حاجات ثانيه زي كسر المنزيز وكده، لكن هم دول الاربعه الاصليين اللي بنقوم عليهم الديفرنشال انالوز في اي حته في الجسم. فاحنا لما يكون بايلاترال سيمتريك الهايبر انلارجمنت وعندنا اكسترا ديستي على الهايلم ما عندناش كلينيكال داتا خالص مثلا تحبذ وجود الليمفوما او تحبذ وجود المالينجنسي علشان نشخص الميتاستاسيس، then we think of الشخص بحبه كثير بس ما له موجود معنا. طيب فاحنا هو قال كمان ان الرايت هايلم اكبر من الليفت هايلم، واحنا عندنا في الاكس راي اللارج والدنس هايبر شادو يساوي برونكوجينيك كارسينوما، بالذات لو كان الدايفرام اللي على نفس الناحيه از اليفيتد نوعا ما كومبيرد للدايفرام الثاني عشان خاطر الفريك نيرف باراليسيس. Then whenever you see this appearance, you think of زي ما هو فكر التفكير صحيح اللي هي الليمف نودز او اللي هي يكون في برايمري مالجنسي وعمل الليفيشن او ذا دايفرام وممكن يكون مع الليمف نودز في الناحيه. دكتور مريم مريم دعاس هي عمرها صدريه لا غير هي طبيبه اشعه صدريه لا معين. اهلا يا مريم هون عندنا bilateral alveolar opacities مع cardiac enlargement غالبا ذات وزمتريا pulmonary edema. شاطرة جدا. And this is frontal X-ray shows bilateral almost symmetrical alveolar opacities with enlargement of the hilar shadow. And this is highly suggestive of pulmonary edema. احنا قلنا ان consolidation في اللنج معناته ان احنا رفعنا الهواء من الالفيولاي نزلنا مكانه حاجه. الحاجه ديت لو كانت ميه يبقى الالفيولار إديما، لو كانت اكسوديت يبقى نمونيا، لو كانت بلود يبقى هيموراجيك بالمونري ديسوردر، لو كانت تيومر سيلز يبقى البيولر سيل كارسينوما، لو كانت بروتينز يبقى البيولر بروتينوز. الثلاثة الأولانيين الكلينيكال مهم جدا فيهم، آخر واحد بيتشخص كويس أوي بالأشعة عشوائية كريزي بيبي، واللي في النص ده هو المعضلة الأصلية بتاعت الشغل كله. وفي أحيان كثيرة بنرجع إن احنا ناخد بايوبسي علشان تسولف ذا بروبلم. ولكن موضوع الجناح المتوقف وكده ده فيري امبورتنت طبعا في البلمونري الفيولر إديما، لكن ان يو شود نو سمثينج اباوت ذا كلينيكال داتا، لان المنظر دوت ينفع يكون هيموريج في نفس الوقت وينفع يكون نمونيا، ولكن النمونيا زي ما انتم عارفين عندها بريفرال ديستريبيوشن، يعني تكون لازقه في الشيست وول او لازقه في الفيشر، ودوت بيكون اوقع من
opacities تكون central متركزة في ال parahilar regions. دكتور عراس، دكتور عراس سنة رابعة، رابعة أطباء إنجليزي. في كثافة عالية بالسرة اليمين عند مريضة بريست كانسر، ممكن أول شيء أفكر بميتس موجودة. هلا لازم أنا آخذ صورة جانبية لحتى أعرف إذا هي موجودة ضمن المنصف أو لا، بس هي مغيمة حافة القلب فغالبا راح تكون موجودة باللانك. هلا كمان في غيره، كمان في كثافات شبكية موجودة بقاعة الرئة اليمين، وفي كمان كثافات سمخية كمان بالقاعدة الموجودة مترافقين مع بعض. أول تشخيص تفريقي من ميتس. This is the breast cancer case وعندنا opacity near the hilum وعندنا interstitial opacities منتشرة في اللونج بينت اوف ذا بي سي تي وهي اوف lymphatic distribution زي ما احنا قلنا امبارح. وبعدين عندنا نوديولز كمان اللي هي الهيماتوجينس ميتاستاسيز، فدوت التشخيص بتاعه النهائي lymphangitis carcinomatosa with pulmonary deposits. مين معلم مجتهد؟ مجتهد. حد بقى في حدا؟ حد جامد بقى شوية. تقيل الحالة يعني؟ تقيل الحالة. ما بعرف مين، أنا ما بقدر أرجع في أسماء، ما بقدر إذا هي ما حبت ترشح على ما بقدر. دكتور محمود تفضل. تفضل. دكتور محمود مستجد بس باين. لا بس ما له سهل تشوف شوف غير كتر ما له سهل. عندنا عدة كثافات هوائية موجودة بالساحتين الرئويتين منتشرة تقريبا في الساحتين الرئويتين، غالبا الحالة بتتماشى مع توسع قصبي برونكوتيزيس مغزي بالشكل يعني. ممكن تشخيص تفريقي ثاني يكون عندنا إذا سموكينج، ممكن يكون ال ال إتش سي. أيوة ممتاز. هاي لا تمام صح كده زي ما قال الدكتور عبد الله إن إحنا عندنا الديفيوز لانج ديزيز ذا سيستيك باترن. السيستيك باترن اوف ديفيوز لانج ديزيز في تقريبا سته ديفرنشال دايجنوزيس، اول واحد فيهم اللي هو الهيستيوسايتوزس لانجرهان سيل هيستيوسايتوزس، وبعدين ليمفانجيولايوميوماتوزس، وبعدين سيستيك برونكيتس، وبعدين تيوبرس سكلروزس، وبعدين ليمفوسيتيك انترستيشيال نمونيا، وبعدين الليمفزيما. الوحيد اللي ليه علاقه كبيره جدا بالسموكينج هو الهيستيوسايتوزس، وهو اللي بيأفكت الابر بارت اوف ذا لانج اكتر من بقيه الحتت الثانيه، وهو اللي عنده سيست اوف سايزبل يعني لها حجم معقول والجدار بتاعها بيبقى واضح جدا، ويكون معاها كمان بالمونري نوديولز في بعض الاحيان. الانفانجيو لايوميوماتوزس سبيسيفيك للستات اللي هي في المرحلة وسط العمر، وبتأفكت اللانج من أولها لآخرها، سبيشالي ذا كوستوفرينيك أنجل، والسيستس اللي فيها بتكون صغيرة نوعا ما والجدار بتاعها رقيق جدا. البرونكيكتسز لازم يكون في تيوبيولر مع سيستك عشان تعرف تشخصه، والتيوبرس سكليروزس معروف بالكلينيكال ولكنه بيبقى معاه حاجات تانية في الأبر بارت أوف ذا أبدومن زي الأيو الأنجيوماير ليبوما في الكدني وكده. فإحنا هنا في منظر يكاد يكون typical of Langerhans cell histiocytosis and you see multiple cystic lesions with relatively good size and thick wall. الحكاية ديت مشهورة قوي في الهيستيوسايتوزيس، وكل دكاترة الأمراض الصدرية تنكر هذا الديزيز في واحد مش مدفن
واحدة طبعا دلوقتي. دكتورة جيهان شايفين الشات كمان؟ تفضلي. دكتورة جيهان غالب أخصائية أشعة. أهلا جيهان دكتورة جيهان، أهلا وسهلا. يرفع الراس. تمام. يبوينت الفرنشال اختار واحد منهم. الدائرية تتحقق في صورة سطح بسيطة في أمامين جانبين. إذا الكسافة الدائرية تتحقق من هنا في أول مكان. اختار واحد منهم. على بحر. في آراء أخرى؟ حسب المرحلة. أيوة. المرحلة تكون الكنات أقل من كذا. المرحلة تفتحون مع بعض حتى. تختاري. البرايمري تبي ممكن إذا كان عندك تيتا مع قد مشاكل. أداء كنت في. اللي عند الأطفال ممكن يكون. أنا برش حساكو طيب خلاص دكتور سعيد ويا دكتور جيهان اخترت السيركويد وقلتنا السيمتريكال هاينر انلارجمنت يساوي سيركويد الأربعة المشهورين اللي هم ليمف نود سيركويد وتي بي وليمفوما متاستاسيس المتاستاسيس محتاجة طبعا لون برايمري مش الليمف نود اللي ما بتكونش سيمتريك الليمفوما ممكن يكون المنظر كده بس بتبقى مور باقي وبتأفكت مور ذان وان جروب ان الميستاينم التي بي محتاج طفل صغير ومحتاج كالسيوم السيركويد بيكالسيفاي كل حاجه لكن هو الوحيد اللي بيعمل بايلاترال سيمتريك لينفادينوباثي ممكن يكون معاه انترستيشن وباستز ممكن يكون معاه لينفاتيك سبريد في اللونج نفسها ولكن على حسب زي ما جيهان قالت المرحله بتاعه السيركويد نعم طبعا احنا مجرد بنلاقي لينف نودز احنا بنلجا للاستي علشان نتاكد من شكل اللينف نودز النودز في السيركويد ار ديسكريت هوموجينس اند ماي كونتين كانسر اشتهي مين مروة؟ تعالى مروة كويس بشبه المجتهد التابع لوزارة الصحة ممتاز تفضل هيك وانت دكتورة وهات الميكروفون دخول قلبي أنا شايفة نعم ممتاز في عنا كمان احتشاحات شبكية القاعدة الرئوية اليمين ممتاز مغيمة حافة القلب اليمنى حتى عنا السرة يعني تحت السرة كمان غيمة حافة القلب اليمين وعاد السرة تحت نعم تشخيص ايوه ممكن وزمة رئة وزمة رئوية درجة أولى أنا نوع الفيولر ولا انترستيشيال طيب زي ما قالت مروة كده هي وسدني وقالت لي الإجابة إن this is cardiac patient وعنده enlargement of the heart و left ventricle وعنده interstitial opacities وباين زي ما يكون في بيكر designs and this is left ventricular insufficiency ومع interstitial edema زي ما احنا قلنا قبل كده تمام حالة تقيلة ولا وسط لا دي حالة خفيفة خلاص الإجابة موجودة على الفيلم دكتور جيمي يومي تطوز على جيمي دكتور جيمي توماس مقيم بطرطوس أي سنة دكتور؟ رابعة فضل أخصائي صورة طلقي تحب تأشر لها شيء دكتور هاي بويتو
الصمية والريتيكولا. أيوة. يعني ده ديفيوز لانج ديزيز صح؟ طبعا ديفيوز لانج ديزيز مظبوط. اني واحد فيهم اللي هو الريتيكولار ريولار ميلياري سيستيك؟ لا ما يعني خطوط ولا بطش ولا نقط خطوط يعني انترستيشال بس صح كده؟ طيب انترستيشال الكلينيكال بيقول ايه؟ نوت نون روماتويد ارثرايتس ويز كرونيك شورتنس اوف بريس روماتويد سموكر وعنده ديسنيا يبقى شغالة دي. طيب احنا في الكلام على الديفيوز لانج ديزيز قلنا لما بيكون في كلينيكال بيسهل عليك الموضوع بالذات في الانترستيشال لانج ديزيز انك انت عارف ان ده هو مريض روماتويد حذر فذر يبقى ده ايه؟ روماتويد لانج ايه؟ This is collagen related interstitial lung disease. مش احنا قلنا كده ان في الروماتويد والسكليروديرما والسيستيميك لوباس وكل الكلام دوت بيحصل في interstitial opacities، والانترستيشال اوباستيز طالما معروف سببها بتتسمى يوجوال انترستيشال نمونيا الى ان تصل الى الفايبروزيس اللي هو يعمل تراكشن برونكيكسز وهاني كومبنج والكلام ده كله. فهي في المرحله ما قبل الفايبروزيس ومعروف من الهيستوري ان دوت روماتويد بيشنت، يبقى اللي احنا شايفينه كل دوت از ريليتد تو ذا روماتويد ديزيز. يعني ممكن تقول في بداية بسيطة للهاني كومبينج which is one of the signs بتاعت ال usual interstitial pneumonia and this is rheumatoid lung. أهلا يا رويدة. في عنا كتوفة مستقطب من المصر وعرفت الحدود الدائرية. نعم. مش الصحابة في المصر. أصف هنا ولا هنا؟ نعم. هون. لا هي شكلها مستقطبية. عرفت ازاي؟ انها منصفية. هلا حدودها مع المنصف عرضة. يا شيخ. والرئة باينة من وراها. طيب الزاوية. طيب. فهي ممكن كيسة طبعا. يعني ايه كيسة قصبية؟ بروكوجينيك سيست. طيب انا اعلق بس على كلام رويدة، قالت ان this is a mediastinal pathology وان هو بروكوجينيك سيست. طبعا احنا we cannot know the nature of the lesion اذا كان cystic ولا solid من الاكس راي، ما نقدرش خالص، لازم يكون عندنا وسيلة اخرى زي السي تي او الام ار او الالترا ساوند. كمان التفرقة ما بين الميديستينال باثولوجي واللنج باثولوجي on the basis of X-ray صعب جدا صعب جدا، ولكن انت لما تيجي تحسم الامر دايما تخليك في الجانب الكومن، يعني الاكتر الشيوعا اللنج ولا الميديستينال اللنج مليون في المية. طيب يبقى احنا دلوقتي we consider ده as a lung pathology الى ان يثبت عكس هذا. اللنج ده واحد ادلت ولا صغير؟ واحد ادلت مش طفل يعني، ودي يعتبر ماس مظبوط ولا ايه؟ طيب انت في قاعده ذهبيه بتقول اي ماس في اللنج في واحد ادلت لازم تكون برونكوجينيك، لازم تكون برونكوجينيك كارسينوما الى ان يثبت عكس هذا. هيثبت عكس هذا ازاي؟
انك انت تعمل سي تي فتطلع مليانه ميه، ساعتها تكون بقى سيست هايداتد معرفش مين الكلام ده كله. لكن لو عملت انت ده ديفرنشال دياجنوستس اللي هو هل دي ثايرويد، دي ثايرويد لا طبعا، لان حرفها اللي فوق باين الثايرويد بتبقى متصله بالنك. هل ده ثايمس؟ يجوز، ما هنا هي يمين اكتر، الثايمس بيكون في النص. هل دي برونكوجينيك كارسينوما؟ احتمال. نمونيا؟ لا طبعا، لان النمونيا فيها اير برونكوجرام ما تبقاش مدور. في نمونيا مستديره ولكنها مش كومن في الادلتس. ليمفوما؟ قد يكون. نعمل احنا سي تي، عملنا سي تي طلع في ماس، وان الماس ديت سوليد، وهنا اهوت كمان فيها سبيكيوليتد مارجن. ده انت من البلين اكس راي بيطلب منك تشخيص. يعني انت في الامتحان لما يقول لك ايه ده، تقول له اعمل سي تي، يقول لك طب ماشي هنعمل سي تي، بس قول لنا الاول التشخيص على الاكس راي وبعدين يصير خير، صح ولا ايه؟ فالنصيحه مخلصه، كل الماسز اللي في اللنج في واحد ادلت should be considered as bronchogenic carcinoma الى ان يثبت عكس هذا. فمثلا عملت السي تي وطلع مش ماس واحده، طلع ثلاث اربع، يبقى ميتاستاسيس. عملت سي تي وطلعت مليانه ميه، يبقى هايداتد سيست. عملت سي تي وطلعت جوه الميديستاينم، ما طلعتش في اللنج، نبتدي بقى نشوف هل هي سايمس ولا مش عارف مين ولا مين الكلام كده. موافق؟ موافق. شكرا دكتور ابويده. دكتورة هو دوت الحقيقه كان كماله الاستيوسايتوزس، ان بيكون في سيستيك تشينجز ان ذا لانج، والجدار بتاعها ريلاتيفلي مور ثيك، اند بتسيب شويه من اللانج، ما بتعملهاش انفلتريشن زي الانفكشن والدايوميتوز. ودولت بعض الكلام على الهيستيوسيتوزس احنا شفناها. تعالي يا دكتور، انها ليها علاقه بالسموكينج، وان هي بريدوميننتلي بتافكت الابر والميدل لوبس، بتسيب الحته اللي تحت، وان هي بتبتدي الاول ان ذا فورم اوف نوديولز، عباره عن هيستيوسايتس بتتجمع في مجموعات في اللنج، وبعد كده المجموعات دي بتعمل نوديولز، تعمل سيستيك تشينجز ان ذا لانج، وفي الاخر خالص تؤدي الى فايبروزس، وتنتهي النهايه المعروفه بتاعت الانترستيشال لانج ديزيز والبرونكيتس والكلام ده كله. المانجمنت بتاع الانفانجيو، نمره واحد بطل السجاير، نمره اثنين كورتيكوسترويدز، 10 او 20% من الناس will develop pulmonary fibrosis after that. يلا يا ريس. مش راضية، هي مش راضية. أنا هي بتقول وأنا دكتور أحمد بيسمع بيشتكي، احتج علينا. معلش يا ريم، أنا آسفين والله، بس أنا بنحاول معاها، بس هي قالت ديت إم آر أي تي 1 بالصبغة، وإن في ليجن حوالين الفنتركلز، وإن هي بتفكر إن دي يكون حاجة إنفلاماتيك. لا هي مش المعلومة. خلصت انا هطلع كله طلعوا. ولا يعني زي كانوا بيقولوا كلنا عن هيك بالعربي. لك هي احلى صديق لابس احمر. طيب. دكتور احمد، تعليق على الحالة لك. تفضل دكتور احمد.
عندي صداع، وفي عندي ألم بطني، وثلاثة سنين، ففي عندي مشكلة في مكان ثاني ولا عم يتطور عندي شيء. فأكيد أنا بوصل لنقطة معينة بشوف أنا الدي 1 بحدد الزمن. صححني بروفيسور لا لا صح كلك تمام. فبدي أعرف إيده الميكروفون. أور بوست كونترس أهم عنصر. بعد السنة الأول أكيد أنتم شايفين في عندي شوية درين، أنا بدي صوتي عالي. هذا هو الحق. فإذا كل هالشيء اللي أنا شايفه عم يعسس، طبعاً إحنا زي ما لما تفضل كده إن إحنا عندنا ليجنز في الوول بتاع الفنتركل، عندنا مشكلة قد تكون لها علاقة اللي هي الأبدومينال بين، وقد لا يكون لها علاقة. بعض الناس بتدي هيستوري مضلل في الامتحانات عشان يجر الكلام دي للحاجة دي. طبعاً إنتوا عارفين إن الفنتركلايتس معناها التهاب in the wall of the ventricle، والالتهاب ده بيحول الفنتركل الى خراج، والخراج زي ما احنا عارفين الجدار بتاعه بيكون uniformly enhancing، ما بيكونش فيه يعني significant masses around the ventricle. اللي احنا شايفينه دلوقتي هو subliminal diamond process، والsubliminal diamond process ديت يجوز فيها الانفكشن ويجوز فيها النيوبلازم. النيوبلازم اللي بيعمل كده هما ثلاث حاجات، مفيش غيرهم، الميتاستاسيس والليمفوما ونوع من الجي بي ام اللي هو الجلايوبلاستوما مالتيفورم اللي بتسرح في الوول اوف ذا فنتركل. دولت انا يمكن قلت امبارح ان الليمفوما والميتاستاسيس والجلايوما ماشيين ورا بعض باستمرار في الديفرنشال دايجنوستس بتاع البرين. Whenever you see a lesion, الليجن دوت ممكن مهما كان شكله ممكن ينفع يكون طالما هو انهانسنج يعني وكده، and you think of GBM and you think of lymphoma and you think of metastasis. دولت الحاجات اللي احنا طبعا دوت يعني ما هوش the usual appearance بتاع GBM. GBM جوه البرين برينكيما كروس الميد لاين، لكن one of the appearances of GBM في بعض الأحيان بيكون كده اللي هو subliminal diamond spread of the tumor. Yes, of course. يعني هو أنا يعني برضو بحاول وأنا بدرس للجماعة بتاعنا أكون قريب قوي من الجو بتاع الامتحانات. الامتحانات زي ما أنتوا عارفين بيجيب فيلم ويقعد يقصه وبعدين يخلي فيه حتة بس صغيرة هي اللي باينة، وبعدين تيجي تسأل ويقول لك ده بفعل فاعل ومش عارف ايه والكلام اللي انتوا عارفينه دوت. فانا بحاول اعود الطلبه على الجو المؤسف بتاع لكن الجو الطبيعي زي ما تفضل الدكتور اننا لازم يكون عندنا كذا فيلم وكان عندنا كذا بلس سيكونس. ولو انت طلبت الكلام دوت بتسمع ما لا تحمد عقباه، يعني شتيمه في بعض الاحيان وجوه خلاص انت مالك يعني بعض الحاجات اللي زي كده. فاحنا طبعا في بلاد انا ما اعتقدش ان هنا ما فيش الكلام، لازم يكون موجود في كل حاجه لان العرب يعني ميه واحده. يعني فانا بحاول اقربك من الجو بتاع الامتحان انك انت يعني لكن هنا حاله فيها فلير وفيها تي 1 ميس كونتراست وفيها ديفيوجن او اي تي سي. Gracias.
متطوعة. كيف كان يتعلم؟ وأنا صار بسليه بالدور يعني كده يبقى لحد لما كله يخلص. أنت اللي بعديه على طول. بعدين مين Elision, Elision in the right temporal lobe, surrounded by vasogenic edema, on the T1 enhanced imaging showing ring enhancement with free diffusion, with no obstruction diffusion. First differential diagnosis would be GBM. Very good. Okay. And this is right. وصف صح جدا. وهنا طبعا المنظر دوت صعب قوي يكون بتاع خراب، لكن في بعض الاحيان يلتبس علينا الامر. الديفيوجن بيفرق لان الخراب بيكون ريستريكتد ديفيوجن، وبما ان هو اسود في الديفيوجن ويكتد ايميج وابيض في الاي دي سي يعني زيه زي السي اس اف يعني في فري ديفيوجن، يبقى مش ممكن يكون خراب، لازم يكون تيومر، والتيومر اللي بيعمل كده هو الجي بي ام. تمام. يلا يا مستر. لا 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 خلاص. من عشان كده قلت لا لا هي بتجاوب. لا مفيش تصوير تاني. طيب دايم كويس. بس عاوز اقول ان المشاركه في الحاجات اللي زي كده بتساعدك في الامتحانات، يعني بتعلمك الجرأه وبتعلمك الكلام وبتعلمك الدسكشن وكده، فانت انتهز الفرصه ديت، لان لما تكون اول مواجهه ما بينك وما بين الممتحن هو في الامتحان بتبقى عمليه صعبه جدا، وانت مسعور ومش متعود على الطريقه دي. فالاجواء اللي احنا بنعملها دلوقتي بنحاول ان احنا نشجعك ونخليك يعني مش رهبان الموضوع، بحيث انك انت لما تيجي في وقت الجد تنطلق في الكلام من غير ما تبقى خايف. هلا هون مقاطع اكريليه بهذا بالكتف، زمن اول زمن ثاني بعدين ستير بمستوى العضله فوق الشوك سوبرا سوينيتوس، في تمزق تام بوتر العضله قرب مرتكزه على راس العضود، ومبين في سائل مكان التمزق. موضوع زي الفل. لوقت البنية قالت كل حاجه تمام، ان دوت تيمر اوف ذا شولدر رايت شولدر تي 1 تي 2 ستير، وان في فول ثيكنس ستير اوف ذا سوبرا سبينيتس تندون، وان في مسافه ما بينه وما بين الانسيرشن سايت، وديت حاجه مطلوبه في التقرير انك تقول المسافه شكلها عامل ازاي، وبعدين تقول العضله اذا كان فيها ضمور ولا ما فيش فيها ضمور، والضمور بيتعرف بان في فات ستريكس وذي المصل وهي ما فيهاش دلوقتي، يعني الدوت فول ثيكنس ستير والمصل كويس. تمام. يجي this is the example اللي شفناه في المحاضرة، full thickness tear مسافة بسيطة مصر بلط محترم. مين بيحب البرين؟ تفضل تفضل. أهلا وسهلا. عليكم السلام. T2 T1 تسقط راس مرعي من في زمن او على الزمن الثاني عالية الإشارة هاي سفيان على الزمن الاول بعد سيستوس ميلان ديور مع الزيزي. ممتاز.
very good. زي ما تفضل وقال ان عندنا cystic lesion in the posterior fossa and high signal in the T2 surrounded by edema after contrast عمل mural enhancement وفي mural nodule this is bilocytic astrocytoma. وقلنا ان في exceptions في bilocytic astrocytoma ان يكون في enhancement of the wall, يكون في diffusion of contrast inside the lesion, يكون في internal hemorrhage, يكون في variable size of the nodule, يكون في calcification of the cyst wall. نعم. ده أبسس. بس لا طبعا المارجنال انهانسمنت في الخراج لازم يكون مستوي. ولا يعني نادر جدا جدا ان الخراج يكون المارجن بتاعته حته تخينه وحته رفيعه. لكن التيومرز بصفه عامه هي اللي بتعمل كده. يكون في مكان سميك يعني الانهانسمنت والتاني از نوت. طبعا زي ما انا قلت ما فيش دلوقتي برين من غير ديفيوجن. مين اللي عاوز يجاوب الحالة السهلة دي؟ حد تاني بقى؟ ايوه تحب قالك لك شجاعة وممتازة. احلى حاجة العرب الدكتور عمرو العيد كان قول هنا عشان يسمعوك. انت هتقول لي انا وانا طيب ايه قالت مرنان على الدماغ؟ زمن اول اول بدون حقنا واول واول مع حقنا وتيتو تمام ورم صحاري يعني من الجيوم اسمه ايه الجديد؟ فاهم؟ اسمه solitary fibrous tumor. يس مظبوط. Thanks. And this is phenoid wing meningioma with convex meningioma. And they say intermediate signal في T1 و intermediate signal في T2. The edema around the meningioma is variable. ولكن المهم جدا ان يكون فيها homogeneous enhancement وقد يكون هناك dural tail وقد يكون في relative bone thickening. الاسبكتروسكوبي او الام ار الطيفي بتاع المننجيوما مهم جدا لانه عنده حاجه مميزه للمننجيوما وهي الانانين بيك. الانانين بيك موجوده قرب يعني عند 1.3 وهي قريبه جدا من اللاكتيت بيك. والانانين بيك انتوا عارفين انا بكلم يعني عندكم فكرة عن الـ MR spectroscopy وكده؟ في فكرة؟ طيب اوكي. فاحنا عارفين ان الانانين بيك بيفيد يعني عبارة عن تو بيكس كده, واللاكتيت بيك نفس الحكاية هي بيفيد وهما الاثنين موجودين في نفس المكان بالظبط. وفي الشورت تي اي بيبقوا هما الاثنين لفوق وفي اللونج تي اي هما الاثنين بيبقوا لتحت. فانت ما تقدرش تعرف على وجه التحديد البيك اللي انت شايفها ديت بتاعه الالانين ولا بتاعه اللاكتيت. انت تعرف ازاي؟ من الام ار العادي. لما الام ار العادي تلاقي الفوكس المحطوط على حاجه تشبه المننجيوما يبقى اللي انت شايفه دلوقتي هو الالانين بيك. لو كان محطوط على حاجه فيها بريك داون ولايسس ومش عارف مين وتيومر نيكروزس والكلام ده يبقى اللي انت شايفه دلوقتي هو اللاكتيت بيك. اللي انا عاوز اوصل له من هذا الكلام ان ما ينفعش ابدا تمتحن على صوره ام ار سبكتروسكوبي من غير ما يكون في صوره ام ار اي زي ما بيعملوا هم عندنا. احنا عندنا يا جماعه لعيب جامده جدا. اخر تقليعه نزلت عندنا في الامتحان على التليفون. الدكتور جايب الحاله على الموبايل ويقول للكانديديت شوف لنا ديت تطلع ايه. فعندنا حاجات غريبه جدا وعجيبه. في عندنا طريقه تانية ان انا احط لك مش انا ما بفتحش خلي بالك.
محتلك الفيلم على الفانوس واقول لك بص عليه كويس كويس، بصيت خلاص شيل الفيلم وابتدي الاسئله، اقول لك كان في ايه على الناحيه الشمال، كان في مسمار على اللي مش عارف اليمين، كان في ايه بتاع. فانا الحقيقه ما قدرتش استحمل لما سمعت الحكايه دي من الطلبه، ورحت للاستاذ ده وقلت له ما فيش حاجه في الميديكال براكتس زي اللي انت بتعمله، يعني المفروض الامتحان يكون ليه مردود من الواقع، ما فيش في الواقع ان انا ابص على فيلم وبعدين حد يشيله من قصادي وبعدين اكتب التقرير يعني. هي دي بس المسجز اللي انا عاوز اوصلها. طبعا لو سابوني اتكلم في المؤتمرات ما بس يعني ما بسكتش وبسم في بدنهم على طول بالطريقه اللي هم بيمتحنوا بيها الطلبه. بعد طب وبعدين امتحان مخابرات يعني، اقول لك انا الوحيد بس اللي عارف الاجابه. وبعدين طيب الحمد لله ما علينا. وبيقول لك ده لما تطلع فوق تتسأل هتتسأل بنفس الطريقه عن صدر ربنا يعني، فانت هتشوف. دكتورة ريم تعالى تعالى. مش انت ريم برضو ولا ايه؟ طب تعالى. ايه جاري العزيز في الفندق. قالت اكسري يا جماعة أنا موزي ما يهمكش. قلت إيه؟ أقول كثافة في الفصل الأيسر؟ أقول؟ لا عارف ما تقولش. لا هو ده اللي موجود. احنا بس عاوزين على قد الصورة دي فقط، على قد الصورة. نعم يعني عندنا ماس في الليفت صح، او في الليفت عند الليفت هايلاند مظبوط كده. طيب ومعاها ايه بقى الماس دي مهمة جدا هنا؟ لا ده كذا شدوا على بعضهم. And they see the elevation of the left cobula. صح؟ مش ال left cobula elevated، عن المفروض إن ال right هي اللي أعلى من ال left، دلوقتي ال left أعلى من ال right. طيب عندنا mass near the hilum أو في ال hilum، وعندنا elevation of the cobula. حذر فاضل. برونكوجينيكوزيس. أوكي. المفروض زي ما انا قلت انك انت تشخص كل الماسز از بروكوجينيك كارسينوما انتل بروفت اذروايز. ازاي هيطلع اذروايز؟ بالسي تي او هيطلع بالبيوبسي يعني. في احيان كثيره احنا بنبقى مصرين ان ذيس از بروكوجينيك لان هي ذا موست كومن، لكن ات هابند ان المريض دوت بالبيوبسي طلع من فوق. نعم. And this is the mediastinal the typical appearance of mediastinal lymphoma. They see a mass in the middle part of the midline, في midline, homogeneous density, the vessels floating more or less within the lesion. قد يكون معها pleural effusion وقد لا يكون. And this is the X-ray and CT of the same case showing broadening of the superior mediastinal shadow, bilateral pleural effusion more on the left side. شو
this is right طبعا زي ما تفضل الدكتور احمد ان انت عارف الجايز يكون في صوره العين and this is the normal venous sinuses. تفضل 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 حضرتك طيب and this is the normal appearance. You should see the superior sagittal sinus, the straight sinus, the transverse, the sigmoid and the internal jugular vein. إذا قارنت الصورة دي بالصورة دي مش تلاقي ولا واحد من دول موجودين. ولا واحد من دول موجودين يعني معناهم كلهم مقفولين، يعني معناهم كلهم thrombosed. وطبعا كل النعبشة اللي انت شايفها في الصورة عبارة عن dilated veins علشان تكمبنسيت ال obstructed sinuses. اوكي؟ طبعا الـ cerebral vein thrombosis ليه أسباب كتيرة جدا. من ضمنها تروما، من ضمنها الانفكشن، من ضمنها النيو بلازم، من ضمنها الهايبر كواجلابل ستيت، من ضمنها حبوب منع الحمل، من ضمنها الحمل نفسه، من ضمنها بعد الحمل بشويه. كل الحاجات دي بتاثر على الفينس فلو بنفسه. طيب انا بس عاوز انوه على موضوع الديورال ساينس ثرومبوزس بالذات لما يكون اكيوت. لما بيكون اكيوت بيبقى الكلينيكال بيكتشر بتاعه المريض اكستريملي مسليدنج، والجماعه بتوع النيورولوجي والنيوروسيرجري بيبقوا متحيرين قوي. وفي واحد استاذ عنده معتقد كده قال لك لما ما تعرفش تشخص العيان كلينيكال وان باين له رسم رجلين اعتقد ان هو فينس ثرومبوز. وطبعا الاحسن حاجات بيبرزنت بيها المريض الصداع والسيزوس. الصداع صداع رهيب جدا وتشلجات. اذا كان المريض ده عنده حاجه من الحاجات اللي بتحبس كده ان هي شود سسبكت الموضوع. الاحسن طريقه على الاطلاق تطلع على الام ار في، لان الاكيوت فينس ثرومبوزس بيبقى مش باين خالص في الام ار اي، بيبان لما يبقى سب اكيوت، لما يبقى البلاد ابيض في التي 1 وابيض في التي 2 فتعرف تشوف كويس. فانت مش هتقدر تستنى على المريض من غير علاج وهو كده، فتطلع الام ار في على طول. يا اما تلاقي مثلا في الصوره ديت كده الترانسفير ساينس موجود، الناحيه الثانيه مش موجود، يعني مقفول. طبعا عارفين في فاريشنز ما بين الترانسفير ساينس، بس مش لدرجه ان واحد مش موجود في الاصل خالص. اتفضل يا سعاده البشير. احنا عم نحكي احنا على الاكسيال ايمجز تي 1 بوست كونتراست بري بوست وي يس وي سبيكينز ليك وي ماكش. طيب نحكي على انتوا سامعينه؟ طيب يا جماعه واحد ايوه زيط كده غير. طيب يعني بص هناك كده ودارس. يلا طلع على الصور. عم نحكي على سبيس ديفاين ليجن ان ذا السبيس اكيباينج ليجن ان ذا رايت فرونتال اريا، صح ولا ايه؟ ليفت طيب انا ليفت. بالظبط كده. وشو تترمن اف ات از انترا اكسيال او اكسترا اكسيال؟ انت عاوز تفرق اذا كانت انترا ولا اكسترا؟ لو انت لسه بتمتحن يعني وانا همتحنك هدوس فيك دوسه جامده جدا. اقول لك لو كانت انترا تبقى ايه ولو كانت اكسترا تبقى ايه، صح؟ طيب ايوه دي ملحوظه مهمه جدا. طيب مظبوط، مفيش تعزيز للماده الظليليه، مهمه جدا. هو يقول
هو هيقول هو هيقول. طيب انا نسي سوريا نسي ذس ايمج اوكي. طيب بص يا جماعه، من أسوأ الحاجات في الكلينيكال براكتس انك تعمل ام ار في الاكيوت كونديشنز، بالذات سيريبرو فاسكولار ستروك. هتشخص غلط جدا، هتشخص تلاقيك ان دي جلايوبلاستوما مالتي فورم وانت مش واخد بالك. لكن الدكتور احمد قال لك بص على الوزاوت، ايه اللي الابيض اللي في الوزاوت ده نزيف مليون في الميه، ما هو من غير ما تحقن صبغه ان هيماتوما دو نوت انهانس. وبالتالي لما تلاقي ابيض كده يعني صب اكيوت بلاد، هيبقى اللي جوه اكيوت بلاد، لما تحقن صبغه مش هيتاثر خالص. بديت اكتر الصور اللي بيشتغلوا بيها في الامتحانات كده، انا اجيب لك بتاع وانت طبعا مرعوب والدنيا مش عارف ايه. في عندنا استاذ بيقول لك انا بخض الكانديديت عشان اشوف واثق من نفسه ولا لا. يا سلام يا اخي، هو الكانديديت مش ناقص خض اصلا، يعني هو مخضوض لوحده. فالسي تي طبعا انتوا عارفين، شكرا جزيلا، انتوا عارفين في الدول اللي هي بتاعتنا ديت لما حد مهم بتجرى له سيريبرو فاسكولار ستروك ايه اللي بيحصل؟ في عزلنطحيه وحلنجيه وحواليه، يروحوا شايلينه بسرعه جامد جدا، جارين بيه زقين كل الناس وداخلين على الام ار على طول. حد يقول له يا جماعه بس السي تي، يقول له اركن كده مش عارف ايه كده كده، يروح حاطينه على الام ار الاكيوت بلاد زي التيومر بالظبط. فيطلع الاكيوت بلاد زي التيومر، يقول لك يا نهار اسود برين تيومر، اطلع على فرنسا، جيب الطياره وشيل الشخصيه واطلع على فرنسا. يطلع على فرنسا ما عندهمش ده مهم ولا مهم زي وزي بقيه الشعب، فيدخل على السيتي الاول، فيطلع هيبرج يقول للطياره ما تطيرش خده وروح بيه. This is a frequent scenario موجود عندنا، بقول لك بمنتهى الامانه. وانا يعني علشان يعني مش عاوز اقول، بس انا في مصر اعتبر اسم كبير، فاي حد بتجرى له اي حاجه من كده بيعدي عليا، يعني لازم يعدي. فانا بشوف الخلق ديت مع الاسف الشديد يعني، وبعرف الحكاوي بتاعتهم. فالمشكله دي متكرره، ان الناس do not respect القواعد العاديه في الايمجينج، اعتقادا بينهم ان هم بيعملوا الصح لهذه الشخصيه المعلم. المهم and this is hyper the acute blood، وزي ما حضراتكم شايفين كده hypertensive intracranial hemorrhage. اوكي حد متطوع، هل من تعال يا هارون يا رويدة، يعني شفت رويدة جالها شجاعة على طول، يعني من مرة واحدة خلاص. أنا عاوز كل واحد كده يعني، هذا شيء أصلا شجاعة. طيب علشان لما يجي الامتحان يبقى أنت أسد كده مرعب، تدخل تخلص الموضوع. هلا في عندنا مشكلة بالصوت؟ مدورة شكلها، ما كثير واضحة الحدود. هلا بدنا نحط تشخيص تفريقي، ممكن تكون نقائل، ممكن يكون سل، ممكن يكون توبركيلوسيس. دي بي؟ ايوه. هستري ما انتبهت. ايوه انت كنت هستري على كده. واضح جدا. ممكن كمان الصمات الثانية احتشاءات. اسمها ايه بالانجليزي؟ انفورشن. سبتك انفورشن. سبتك انفورشن. طيب. اوكي. مزبوط. بس بالعادي اذا كان في عنا احتشاءات بتكون اكتر محيطية بشكل مثلثي. مزبوط. بس الكلينيكا مهم جدا في الموضوع. انا ما طلعت اكبر. لا انا لسه قايل لك ومحذر، انا
أي حاجة مكتوبة على الفيلم لازم تقراها قبل الإجابة، بالذات الامتحان. فالهيستوري بتاع بكتيريا الاندوكاردايتس مهم جدا، لأنه واحد من الليدنج كرايتيريا بتاعة السيبتيك امبولاي. زي ما هي قالت رويدا إن السيبتيك امبولاي بتكون كافيتيتنج يعني، ولكن السيبتيك امبولاي لما تبقى صغيرة بتكون صامد، ولما تكبر شوية بتكون. فاحنا لو ما فيش هيستوري يبقى كور كور في اللون ميتاستاسيس سيبتيك امبولاي وجنان جلانيماتوزس المطايم نوديولز ولون الهيس والرايت. لكن لما يكون في هيستوري يبقى تمشي ناحية الايه؟ ناحية الهيستوري. المهم جدا هي ان ذيس ار سيبتيك امبولاي. شكرا يا رويا. احيانا اهوت انا خلاص دي بس وخلاص. يبقى ان ذيس ار سيبتيك امبولاي اللي هم بيسموهم بيشبهوهم بالبتاع دي اسمها بوف بولز. وده انا لما بلاقي حاجه انا مش فاهمها بدخل على النت وبكتبها، فطلع لي الصوره دي اللي هي المشروم ولا حاجه زي كده. انا ده سيبتيك امبولاي زي ما قالت رويدا بيبقوا كافيتيتنج لما يجي كبروا شويه، لما يكونوا صغيرين بيكونوا ما فهمش كافيتي. ان ذا سيبتيك امبولاي اشهر حاجه بتعملها هي البكتيريا الاندوكاردايتس. وممكن طبعا دلوقتي السنترال فينس لاينز لما تبقى سكندري انفكتد وكده بتعمل نفس المشكله. ان ذس از ذا سيبتيك امبولاي باي سي تي. ودولت الحاجات اللي برينكس موزنج اشهر واحد فيهم على الاطلاق. بكتيريا الاندوكاردايتس دراجز الكوليزم سكن انفكشن اميون كومبرومايز اند انفكتد كاثيترز. وده منظر مشهور قوي في البليد اكس راي. If you have the clinical data, you should say this is septic emboli. If not, then you go to the differential diagnosis زي ما احنا اتفق. انا هناخد بقى استراحة وبعد كده ارجع الصورة. اوكي. اوكي. نفس الحكاية. Yes. Metastasis, the Wagner, septic emboli, rheumatoid nodules, كل اللي